يقول: ما حكم من يصلي مع الجماعة وفي بيته تلفاز؟ أحسن في صلاته مع الجماعة وأدى واجبا، والتلفاز إذا كان أنه ينظر فيه إلى أشياء محرمة فلا يجوز، هذا معصية، لكن صلاته مع الجماعة هذا طيب وأدى واجبا عليه. وأما التلفاز إذا كان أنه ينظر إلى البرامج الخبيثة والبرامج السيئة فهذه معصية، عليه التوبة إلى الله عز وجل منها. نعم.